مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ومع حبايبكم متجمعين. طبعا بتقولوا مين هي دي الخاله نفتالين وحكايتها ايه؟ انا هقول لكم انا مين. اني اسم الله عليكم خاله نفتالين، ست بيت وعليا الجيم، لكن اسم الله على مقامكم بيقولوا على جاي عليا لئيم. اكمني ايه؟ اكمني دماغي مصحصحه وفي الحج مستقيم، واللي بشوفه بيفرق معاي وبيقولوا اني بعمل من كل حاجه حكايه. هتحكموا عليها وياي وتقولوا لي اذا كنت انا غلطاني ولا عداني العيب. واول الحكايه حكايه جميله من بنت زينه، ست البنات بيقولوا عليها ملكه الحلويات. معانا الشيف ايمان. ازيك يا اختي؟ عامله ايه؟ ازيك يا خيال؟ عامله ايه؟ يا ربي دايما يا ربي منوران يا ربي يخليك. وكمان معانا واحد من احلى الاصوات بيقولوا عليه شيخ، وكمان بيقولوا عليه بيقول ابتهالات. معانا الأستاذ مصطفى سيد. ومعانا بعد كده حكاية ولا كل الحكايات هتسمعها مني كل مرة أنا بالذات، وهتكون معانا الأخصائية النفسية والدكتورة التربية الأستاذة منى مجدي. يا ازيك يا ست الدكتورة؟ الحمد لله يا خالة. ازيك؟ الحمد لله. هنبدأ حكايتنا مع الشيف إيمان ملكة الحلويات. قولي لنا، هتقولي لنا إيه يا ست البنات النهارده؟ الاول عايزه اقول للجمهور كل سنه وهم طيبين، ليله النص من شعبان. مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. هعمل كب كيكس مع الخاله. مع الخاله طبعا. ايوه طبعا، مع حبايب الحلوين. هنعمل كب كيك بطريقه سهله جدا للولاد ولكل ست بيت. هو ده المفروض بيكون شكله النهائي. حاجات افكار بسيطه قوي للبنات الحلوين الصغيرين. نقول للمقادير، وفي حلوين كبار وحلوين الكبار ولكل كل الحلوين. ايوه. كوبايه ونص سكر، كوبايتين نص دقيق، نص كوباية كاكاو، كيس بيكنج باودر، رشة ملح، ثلاث بيضات، وكوباية إلا ربع زبدة على زيت، طبعا رشة فانيليا زي الفل، وكوباية مية. نشتغلوا مع بعض؟ نشتغل. أنا حاطة هنا في البولة دي كل الحاجات الناشفة مع بعض، اللي هي الحاجات الباودر، الدقيق على الكاكاو والسكر والبيكنج باودر ورشة الملح. ولازم تقيس السكر، ما أنت موجودة يا سكر حبيبتي. تسلمي لي. هحط كل المكونات مع على بعضها. هحط الزبدة والبيض، وهحط الفانيليا رشة صغيرة اهي، وهحط كوباية المية، وكمان المقادير هي نازله على الشاشه بتاعت ست البنات ملكه الحلويات. نزل لنا احلى المقادير حبيبتي. هي كل حاجه في بوله واحده ومع بعضها، وبتتعمل بسرعه جدا، وطعمه بيبقى تحفه وطري كمان. طيب قبل ما ست البنات ما تقلب لنا شويه الحاجات، نسمع حاجه كده من المنشد بتاعنا استاذ مصطفى. يا نور قلبي وفؤادي، يا نور، يا نور قلبي، يا نور، يا نور قلبي وفؤادي. حبيبي سيدنا النبي فالحب لا فالحب لا يخفى عن العشاق، وأطال في عمري
انا حبيب الله انا الله. حلوه قوي يا منى. عملت لنا ايه يا ست البنات؟ عملت الكب كيك، ضربته هنا وبصب بقى في ورق الكب كيك اللي هي في صينيه الكب كيك اللي احنا عارفينها، وحاطه فيها الورق بتاعها. بصب في كل كب لحد يعني فوق النص بحاجه بسيطه، عشان بس نسيب له ارتفاع في الفرن يرتفع شويه. وهصبه وهحطه في الفرن على درجه حراره 180 المفروض لمده 10 دقائق بالكثير. والله كان نفسي اعمل معاكي، بس انا ماليش غير في الفطر المشلتت. ده احلى حاجه على فكره، بحبه جدا. اعمله لك المره الجايه بالسمنه البلدي. ان شاء الله المره الجايه. تقولي لنا كده بتعملي ايه؟ بصب اهو في الورق وهدخله الفرن، وانا جايبه النسخه جاهزه كمان معايا. حلو كده، شايفين؟ تمام اهو، عشان نعمل الاشكال دي مع بعض باذن الله نوريها للناس. لحد النص تقريبا بس، معلقتين تقريبا كبار بس من بتوع اللي ناكل بيها دي. ما ينفعش يتحطوا في صينيه كبيره ويعملوا نفس الحاجه دي ونقطعها بعد كده؟ ممكن بتبقى حلوه برضه، بس الاطفال كلها بتحب الكب كيكس، بيمسكوه في ايديهم على قد على اساس ان مش كلنا في البلد عندنا الحاجات دي، فبنقول ان نبسطها مثلا للناس، نقول نعمل ايه نسوي. ممكن برضه صينيه كيك عادي بتقطع مربعات. أيوة. اي حاجه ونعمل عليها شكل شيخ الغفر اللي عندنا. ايوه كيتي بقى هوريكي يا خالد. أيوة. دلوقتي كيتي دي احنا مدلعين النهارده للبنات. ايوه امين كيتي بقى الشربات. وورد وحركات حلوه. ايوه البنات سكر شربات، احلى حاجه بقى في الدنيا. تاني اهو اخر حاجه هوريكم المفروض شكله. بص ما خدش وقت خالص في الضرب وفي ال بعمله يعني. اهو المفروض كده ده الشكل اللي المفروض مليت الكبس البوله اهي معايا كده. خلاص كده كده خلاص اهو هدخله الفرن على 180 درجه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بياخد 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي يعني، بيكون مستوي. طبعا بنختبر السوا، بندخل توسبيكس خلة سنان في قلب الكيك، طلعت نظيفة كده خلاص تمام، طلع لسه فيها بواقي كيك بنسيبه شوية لحد ما نلاقيها طلعت نظيفة خالص. والأشكال اللي فوق دي يا ست البنات بتتعمل من ايه؟ حوالي عجينة السكر. طب شيلي لي دي كده عايزة أشوف. أهي البولة دي مضايقة. أيوه هي دي الأشكال بتاعتنا، المفروض هنعمل نوريها نعمل زيها. معاك اهو واضح. اهي الاشكال كيتي بقى البنات كلها بتحبها، باتر فرايز، الفراشات، القلوب، ورد كده اهو تمام. خلاص نبتدي نعمل اي شكل مثلا من دول احنا عاوزينه، وليكن مثلا كيتي ده تقريبا ده الكب كيكس بعد ما بيطلع من الفرن بيبقى شكله كده. انا جايبه طب معايا قبل الهوا عشان وقت الهوا. ده شكله هقول لك الاول عن ايه. دي عجينه سكر موجوده في المحلات بيع الحلويات. ايوه اهي بنجيبها اي لون احنا عاوزينه. انا اخترت الفوشة عشان هعمل كيتي. اهي
هفرد عجينة السكر على نشا، طبعا الرخامة نظيفة وزي الفل، دي أهم حاجة نتأكد من نظافة الأشياء حوالينا يا جماعة اليومين دول. ما ينفعش نفردها بالدقيق، لا دي لا، يا سكر باودر يا نشا. ايوه وكده كده هي فيها سكر اصلا، تمام، فنشا بيكون اريح يعني. زي الفل، اهي ارش حاجه بسيطه قبل ما تفرديها. تمام، ما يسمعنا السي مصطفى كده حاجه حلوه تانية كده من صوته الجميل ده. في مهجة الليل، في مهجة الليل عليك. انا دلوقتي عايزه احكي لكم حكايه. اول ما ست البنات سكر الشربات ما تخلص لنا عجينه السكر، حكايه بتمس بيوت كتير وهحكيها لكم وهتحكموا عليها زيكم زي ناس كتير. هبتدي الحكايه هقول محمد نبي وعيسى نبي وموسى نبي ومن كله نبي صلي عليه عليه افضل الصلاه والسلام. الاول هقول ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا كويسين ومع بعض متجمعين وفي حضن ولادكم مبسوطين. طبعا بتقول هي الخلا بتقول كده ليه وقصدها من الكلام ده ايه، انا هقول لكم الحكايه وانتوا اسم الله عليكم زي العادي هتحكموا عليها وياي. ديك النهار سافرت عند اهلي واحبابي وشفت جيراني واخواتي وقابلت هناك البت هني والبت سعدي وكمان البت فتحي اللي كانوا بنات بقى اسم الله على مقام ستات زي الشربات، واللي معاها عيل واللي معاها اتنين واللي اسم الله على مقامكم معاها عروسة وعرسين. قلت لهم امال انتي يا اختي انتوا كنتوا فين بقالكم سنين ياما ما شفتكوش. قعدنا كده اخر النهار وقت العصاري وسط الهوا والخضرة، ما انتوا عارفين جو البلد بيبقى عامل ازاي. قلت لهم يا اختي انتي جوزك مين وانتي يا اختي جوزك فين، بس اللي قالوا لي بعيد عنكم يوجع القلب ويدمع العين. قال دي ما شافتش جوزي بقال هيجي سنتين، والتانية بقال هيجي تلاتة، والتالتة زيهم يا حبة عيني عليهم. قلت لهم ايه، امال انتوا مين اللي بيربي معاكم العيلين؟
امال مين اللي بيقضي لكم الطلبات وبيجيب للعيال الحاجات؟ طب ولو حد يضايقكم مين اللي سندكم بعد رب العباد؟ قام ردوا علي وقالوا لي اسكتي والنبي يا خال، ده احنا حالتنا حال، اه ايام وبنقضيها، وهم بيعملوا قرشين اهم للعيلين، او كمان عشان نبني بيهم الطبتين. قلت لهم طبتين، وهي دي يبقى اسمها عيشي ولا ده يبقى اسمه كلام؟ يقوم بيقولوا لي حتى الولاد يا خاله لابوهم مش حاسين، ولا هو ليهم متحملين، وانا بين الاتنين يا خاله ضايعين. طب وانا هقول ايه وهعمل ايه؟ المهم ما هطولش عليكم، قعدت معاهم قلت لهم طب وبعدين؟ طب والحل معاكم ايه؟ قالوا لي اهم حتى يا خاله في حاله الكورونا لا هم طالعين ولا هم نازلين، واحنا الونسهم محتاجين وعايزين اللي يراعينا ويراعي العيلين. قعدت طول الليل افكر في حالهم واتدبر وحال جوازتهم افكر، واقول لا ده هم كده مش نافعين والحياتهم ضارين وعمرهم مضيعين. المهم صحيت الصبح بدري عليهم مجي، قلت لهم روحي انت وهي كلمي جوزي قولي له يا احنا ليكم جايين، لا اما انتوا لينا نازلين بدل ما انتوا لحياتكم مضيعين، والحياه مش فاهمين لازم يحسوا بالمسؤوليه يا حبه العين. ردوا عليا وقالوا لي طب ومنين هنبني الطبتين؟ قلت لهم بدل ما انتم لحياه غيركم باصين ومع اولادهم متجمعين قولوا لجوازاتكم ان ربنا قال في كتابه الكريم وكن رب ارحمهما كما ربياني صغير، مش اربيه لوحدي يا حبه عيني انت وهي، وبدل ما انتوا لغيركم باصين اعرفوا ان هم كمان لكم باصين، وللقرشين حاسدين وللطبتين باصين هم كمان، ولازم يجوا ليكم ويبقوا مراعيين وفي حضنكم متهنيين. كده انا غلطاني؟ بتهيج لي عداني العيب. وعلى فكره ما قلتش ده رايي انا الحالي، قلت لازم برضو اخذ راي العلم والحكمه. معانا الاخصائيه النفسيه الست منى ودكتوره كمان في التربيه، فهتقول لنا ايه رايها في الكلام، وعايزه منكم الكلام تسمعوني صوتكم وقولوا لي ايه الحكايه. اتفضلي معانا يا ست الدكتوره. الاول بقى انا يسعدني طبعا وجودي معاكي، حد جميل والسجع رائع وحاله هنيه وسعديه اثرت فيها جدا. ايوه فمحتاجين ان احنا نتكلم عن شويه حاجات. هي مأثرة في بيوت كتير خصوصا في بلادنا البعيده. ده حقيقي، انا اعرف قريه بحالها في محافظه الفيوم واكتر من محافظه نص الازواج في ايطاليا مثلا. إيه؟ وده من عمره من سنين. إيه؟ وقابلت شويه حالات كتير هنتكلم فيهم عشان وقتنا عن ثلاث محاور. بنتكلم الاول عن سيكولوجيه الست اللي جوزها مسافر. إيه؟ ويا ترى هي عامله ازاي، ويا ترى هي حسب ايه، وهي بتبقى وهي لوحدها للولاد هل هي مسؤوله، هل هي بقت راجل جوه وبره. انا بتهيالي ان هم من الخوف بيبقوا مفجوعين والونسهم محتاجين. اكيد، بس عندنا ثلاث اطراف، الثلاثه لازم نشتغل عليهم كل حد لوحده. كمان الزوج اللي غايب بره ده ومتغرب وعشان يبني الطبتين، ايوه هو حاسس بايه والغربه عامله جوه هناك في ايه؟ هي الحرمه منهم تقول لك هو مش حاسس بحاجه، ما انا اللي شايله المسؤوليه. لا هو اكيد حاسس حتى لو ما كانش ده باين. والتالت الطرف الاهم بالنسبه لي بقى يعني واللي دايما بتكلم عنه في الاول وفي الاخر هما الولاد. ايه الثلاث سيكولوجيه التلات اطراف مهمه، بس الاول هتكلم في القرى بتاعتنا واللي يعني شرفني ان انا ابقى حد منهم، اللي هم قد ايه الست فيها بتبقى لازم تبقى قويه، لازم تبقى قويه قدام الولاد، لازم تبقى قويه قدام الاهل، لازم تبقى قويه ما بينها وما بين نفسها. عندنا مشكله كبيره في الحته دي الاسر الممتده، اما بتبقى قاعده الست مع اهل الزوج او بتبقى قاعده مع اهلها او في بيت العيله، فبتلاقي اللي بيحصل للولاد ثلاث حاجات. في البدايه التدخلات اللي من الخال والعم والجد والجده، فبيعمل ثلاث حاجات، بيفتكر ان هم للعيال حاكمين. وده مش حقيقي. هي كمان هو دايما لما بيجي دايما يقول لها ده ايوه وده لا وده ليه وده عشان ايه، لانه اللي طبعهم مش حاسين. انت كده بتتكلمي على الست بقى، على السيكولوجيه او هي ساعتها بتسكت. هي بتسكت ليه؟ تقول لك اهو يوم ومقضين وللاجازه مخلصين وحياتهم هم هيبقوا راجعين. ده حقيقي. إيه؟ وبتعمل كده مع الولاد. إيه؟ بتبتدي توجههم لان ما تعملش ده لما بابا ينزل بقى. إيه؟ وانا هعمل لك كل حاجه لما يمشي. ايوه
فبنخلق في الاخر اطفال يا متدلعين فمش متحملين اي مسؤوليه، يا كارهين ابوهم بالظبط كده، يا بيبقى فيه، هو مش بيبقوا كارهين بس بيبقى فيه حاجز، الحاجز ده هو مش بيعرف يكسره. البعد ما بين السفر، هو دلوقتي هتكلم ان التكنولوجيا اللي موجوده، وسائل الاتصال اللي بقت حديثه اكتر ما كان زمان، بقت شويه بتقلل الموضوع ده. دلوقتي انا ممكن اقعد خلال لابتوب واكلم حد فيديو قدامي. اهو البتاع اللي انت بتقولي عليه ده خلى الاشتياق يقل وخلاهم يعرفوا يبعدوا بفتره اطول. اهو البتاع اللي انا بقول عليه ده مش كل الناس هتعرف يبقى عندها. إيه؟ فعندنا مشكله ان برضو الاطفال مش حاسين بوجود الاب. وجود الاب مش فلوس، ما هواش ينفع يبقى الخزنه اللي انا بلجا لها لما احب ابني طوبتين او اعلم الولاد او اعمل بيت يحكوا عنه البلد. إيه؟ وجود الاب مهم للبنت وللولد كسند. إيه؟ وللست في حد ذاتها لوحدها. إيه؟ الام بتبقى عصبيه جدا جدا لانها عامله دورين. دور مش بتاعها خالص، وفي نفس الوقت هي شايفه ان هي متحمله كتير، مستحمله ان هو يعني بشويه بتعيش دور الضحيه ما بينها وبين نفسها من غير ما تشعر، وهو برضك بيعيش دور الضحيه. ده حقيقي، هما الاثنين، بس خليني امسك واحد واحد. والعيال بتحب تستفيد من الناحيتين. ده حقيقي فعلا، بيعرفوا يلعبوا على الطرف الاضعف. أيوة. وبيعرفوا نقطه ضعف كل واحد. أيوة. والاب بيرجع بيبقى عايز يعوض. أيوة. عايز يعوض بهدايا، عايز يعوض ببذخ مادي. أيوة. شويه كتير. أيوة. بس هو شويه بيبقى فايت عليهم ان الاطفال بيبقوا فاهمين. أيوة. والاجيال دلوقتي بقوا اذكياء اكتر مما كنا احنا. أيوة. كمان صح. فبيبتدوا يعملوا اللي انت بتقولي عنه، بيقدروا بقى يلعبوا على الطرفين. أيوة. الست في الوقت ده بتبقى ما بين نارين، تعمل ايه؟ طب تستحمل بقى الظروف اللي هو هي بيبقى عينها في الجنه وعينها في النار. ده حقيقي فعلا، عين في الجنه وعين في النار، اللي هو طب استحمل واسكت وعشان خاطر نعمل. أيوة. فلوس وعشان اعمل بيت وعشان اعمل مستقبل. أيوة. ناس كتير بيبقى غايب عليها بقى اللقطه دي. أيوة. الوعي لازم يبقى موجود بان الجمله الاخيره اللي انت قلتيها. أيوة. يا انتوا موجودين، يا موجودين مع بعض، يا ايوه يا انت هنا يا احنا كلنا معاك. بالظبط. ده بيبقى صعب خاصه في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. بلاد كتير بتمشي العمليات. انا ما بقولش ان هو يسيب حاله، ربنا قال اسعى في الارض. اكيد. لكن ما تغبليش بالثلاث سنين والاربع سنين. هي دي اللي سنين انا كنت هقولك. هي دي النقطه عشان ما حدش يجي يقول. صحيح. بتقولنا انزل، لكن ما تغبش بالثلاث اربع سنين وتقول. صحيح. مصاريف. طب ما انت. صحيح. بتصرف هناك بيت وبيت هنا وبيت هناك. صحيح. وقاعد في غرفه فيها يجي 20 نافر وبيعمل اللي انت بتقولي عليه، هو شايف ان هو مضحي تماما فعايز تقدير. أيوة. عايز تقدير لما بينزل، وهي شايفه ان هي مضحيه تماما فمحتاجه مستنيه التقدير ان هي خدمه عياله وخدمه اهله. بالظبط. فخاصه في قرانا وبلادنا الصغيره. أيوة. اللي بتبقى غير الجو القاهري او الجو في المحافظات الكبيره، متهيألي ان حالات الطلاق بتزيد اكتر في المسافرين اكتر من اللي قاعدين، لانه هم عن بعض بعض. بصي، هو مش مقياس خالص، لكن لان ساعات بيبقى الخرس الزوجي اللي موجود حتى في اللي موجودين ده بيبقى حاجز. بس خلينا عشان ما ندخلش في نقطه تبعدنا عن الموضوع، نتكلم بس شويه. طب الست دي تعمل ايه ما بينها وما بين نفسها عشان تحد، خاصه في القرى زي ما بقول لك كده، تحد الحاجات دي اللي هو الولاد ابقى انا مسيطره وفي نفس الوقت في تدخل الأب، أمنع تدخل الخارجي بتاع الأسرة الممتدة بإني أبقى حزمة وحط حدود لتدخلاتهم. أيوة. وفي نفس الوقت أفضل دايما بشتغل على نفسي وعلى سيكولوجية ولادي أو على نفسية الولاد، إن أعرف أعمل بالانس أو اتزان في حتة بابا بيعمل كده عشانكو لكن هو بيحبكو. أيوة. لأن الولاد بيفقدوا قوي الحتة دي وبيبصلوا. صح. على إنه الخزنة للأسف. أيوة. أوه. تمام. شوف لنا كده ست البنات الحلويات الشربطات عملت لنا ايه. انا غطيت الكاب كيكس عشان نحط عليه عجينه السكر ونعمل اي شكل احنا عاوزينه. لازم نتغطى الاول باي صوص شوكولاته او اي حاجه. انا جايبه اللي هي كريمه الشوكولاته بتاعت الساندوتشات دي، بنقول عليها احنا في البلد الغيره. الغيره. نحط الغيره ده. الغيره بس هي عارفينها. بتاعت الساندوتشات اللي معروفه دي، بدهن بيها بس وش عشان تلزق عليها، وممكن نحقنه كمان بيها يعني ساعات. بحقنه شيء محشي بحط عليها العجينه الكفر اي لون احنا عايزينه بقى، نلعب براحتنا بالالوان وبالاشكال. ايوه. زي ما احنا عاوزين. اهي عملت شويه، هعمل دول معاكم.
والنعمه كان نفسي اعمل معاكي بس زي ما بتقولوا كده ما معيش الجلافز بتاعكم دي. هاتي جلافزك معاكي المره الجايه وملكيش حاجه. ايوه ده جلافز الكورونا. ايوه ده جلافز الكورونا. كله يدخل بالجلافز المره الجايه. ايوه ولو معايا بقى كلكم نلعب مع بعض بالحاجات دي. انا مش عايزين نلعب احنا عايزين ناكل. بصوا اهي فردتها لاي العجينه بيبقى سمكها كده رفيع مثلا هتاكلي طبعا. ايوه طبعا هتاكلي كلكم مش بمزاجك يا عيني ده لو خلى نفتاليني. يا سلام اهي كده نلعب بقى باي حاجه احنا عاوزين وليكن مثلا كيتي دي لو هنعمل الشكل ده انا قطعت بالقطاعه الاورنجي قطعت شكل كيتي موجوده في كل المحلات الحلواني. أيوة. ممكن لو مش عندنا الشكل ده ممكن نرسمه على كرتون ونطبع عليه على عجينه السكر بنرسمه وبنحدد يعني بالسكينه طرف اي شكل احنا عاوزينه قلب اي حاجه وليكن اهي دي بتلزق بنلزقها هي فرشه الفرشة احسن طبعا انا هاخد الشوكولاته اللي هناك دي محدش هياخدها غير لا تمام ايوه نلعب بقى براحتنا في كيتي دي نعملها عيون انا اول النوز بتاعتها دي الصفرة عارفين طبعا شكل كيتي على فكره النوز دي ده ما يغركوش اي نعم انا تعليمي على جدي لكن ما يغركوش انا بجيب واودي النوز دي اللي هي الخشم بتاعتها ايه الخشم اللي في النص دي أيوة. حطينا نلزقها بميه ونحطها اهي في النص ونعمل لها الفيونكة باللون مثلا فوشيا متعارف عليها في كيتي البامبي البامبي ايوه الولاد بقى قاعدين من المدارس يلعبوا براحتهم بالظبط مامي كانت تلعب معاهم محتاجين بقى يتسلوا بنعمل كوره مثلا البينك دي كوره اهي يو تجري اهي شكل مربع مثلا مش عارفه الجلافز اهي كده بايدينا كده اهي بنلزق بس تحتها بشويه ميه بسيطه ومقطعه انا ورده صغيره ايوه نحطها في نص الفيونكه مثلا وبالطول دي ادوات دي موجوده في برضو محلات الحلويات بعمل انا مثلا كده واللي ما عندهاش بسكينه بسكينه بحرف سكينه بالظبط أيوة. انا كنت بشتغل اول بسكينه اصلا كده هركب لها بقى العيون والشنب الست الشاطره ما فيش حاجه تقف عليها بالظبط صحيح حته الشاطره تغزل تغزل برجل ايوه حته عجينه صاحبنا ايوه عجينه سكر سودا نعمل لها العين الايز الايز شفتي بقى شفتي بقى ايوه انا هدي دروس بقى ايه ترجمة أيوة. في الانجليش ايوه عملنا العين انا رحت نحو الامي امال ايه انت فاكراني يعني مش متعلمه ده انت ست الكل يا خاله والله الله يخليكي هعمل بس الزق ايه الشنب بتاع كيتي ده قبل ما تعملي لها الشنب نسمع حاجه من مصطفى نسمع سمعنا يا مصطفى اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واغفر لنا يا الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى
عملتي ايه يا ست البنات؟ خلصت عملت الشنب بتاع كيتي اهو. باين كده ثواني اهو اهو كده. عملت الشنبة دي بالعجينة السكر السوداء، بنعملها خط رفيع كده بنبرمه وبنحطه على التلاتة هنا تلاتة هنا بس، وحطيت العيون بقت كده كيتي قمر اهي صح؟ المرة اللي فاتت عايزة نفتلني يعني من عينيا وبالحسنة كمان. ايه رأيك بقى؟ ايوه الحسنة الجارية دي الحسنة الجارية. نعم مثلا لو فراشة برضو بقطعها بشكل عادي، فراشة اي شكل احنا عاوزينه، بنلعب بأي لون بأي شكل الولاد والبنات عايزينه يعني. بلزق بس بحط ميه بسيط وبحط هنا على عجينه السكر شكل الفراشه، وليكن عايزه اعمل اللي هو الجسم الفراشه في النص ده، اي لون يليق على الاورنج مثلا اصفر اخضر، شم النسيم داخل بقى والفراشات والورود والحاجات دي الوان بتبقى مجهجه جايه ان شاء الله يعني باذن الله على الدنيا كلها. ابعتوا لنا عايزين منها ايه المره الجايه، يعني عايزين اكله كده محترمه من الست ايمان. عينيا ليكوا والله. اهو بقى احط الجسم بس كده، بعمل كور صغيره بلون مثلا اخضر. كده اهو. ثواني. اهي. طبعا الالوان دي براحتكم جدا وطبعا ذوق كل واحده. ولادها بيحبوا ايه، هي بتحب تركيب الالوان على بعض ايه. هي كده مثلا الباتر فلاي حطيت جسم كور كده بسيطه في النص، وبسكينه بطرف اي حاجه بحدد كده، شايفينها معايا اهي، بحدد حرف. طبعا حبايبي الحلوين، مش هقول مشاهدين الاعزين، اقول حبايب قلبي ونور العين، ادي التورته وادي الكب كيك بتاعها حلو زيها زي القمر. عرفتي ده انت الأمر. وبشكرها ملكة الحلويات ست إيمان الشربات، وكل يعمل لنا اللي هي عملته دي وينزلها لي على الصفحة، وينزلها لي على الصفحة نشوف هي عملت ايه. وبشكر الأخصائية النفسية الدكتورة التربية الست منى حبيبة قلبي، ربنا يخليك. وطبعا بشكر اللي جاب لنا البركة الأستاذ مصطفى، ومش هقول برضو زي ما قلت أعزائي المشاهدين زي بقيه الناس، أنا أقول يا حبايب قلبي يا حلوين هستناكم في الحلقة الجاية، أشوفكم في حكاية جديدة وطبخة جديدة وضيوف جداد، وعايزة الطبلية دي يبقى عليها كل الأصناف سواء من ست إيمان أو من مطعمكم الجميلة، أشوف منكم أحلى الكلام. ومش بقول الكلام ده عشان تحبوني، أنا بقول الكلام ده عشان أنا بحبكم. في آخر الكلام أقول أحلى سلام، سلام عليكم.